تماما تماما تماما. وسط الأنوار دي يا أحمد كان في نور لازم نقف عنده، هو نور العلاقة ما بين النادي الأهلي وكابتن مؤمن زكريا. الصورة اللي شفناها امبارح عايزين نقف عندها في حاجة مختلفة تماما، هي النظرة اللي بيبص بيها كابتن محمود الخطيب لمؤمن زكريا، هي نظرة الأب ونظرة المعلم، ونظرة فيها قد إيه النادي الأهلي قريب من اللاعبين، نظرة بترد عملي وبتوضح كل حاجة، بتوضح قد إيه عائلة النادي الأهلي. الشعار اللي دايما بنردده هنفضل نحافظ عليه، هي فعلا عائلة مش مجرد كلام. بالظبط، هاخد من كلامك يا فارس برضو الكلمة بتاعت الكابتن حسام عاشور، الكابتن التاريخي من عدد من حيث عدد الألقاب أو البطولات اللي حصل عليها، هو اللي استدعى الكابتن مؤمن زكريا عشان يعرض فيديو لمؤمن زكريا أو كليب معروف لمؤمن زكريا كدعم اللاعبين. وأكد الكابتن حسام عاشور إن كل اللاعبين بتدعم أخوهم الكابتن مؤمن زكريا. أعتقد في معاك صورة محتاج تعقب عليها. حاجة تانية في نفس الإطار، عائلة النادي الأهلي، عم حنف